شكرا. برافو برافو برافو. أهلا وسهلا فيكم، مكملين حلقتنا الاحتفالية، احتفالنا باستقلالنا واحتفالنا أيضا بالتنوع بالنسيج الوطني، هذا التنوع اللي زاد الأردن جمالا وقوة. والآن مع الشركس، ومعنا ممثلين عن الشركس بهاي الحلقة. احنا بنعرف أنه الشركس دور كتير كبير في بناء الأردن، نرى الحرس الملكي بزي الشركس التقليدي بأسلحتهم، وهذا من أيام الملك عبد الله الأول. نرى الشركس أيضا في مجالات عديدة بالأردن. رح نتعرف أكثر على دور الشركس في بناء الأردن مع ضيوفنا. معنا السيد عدنان يونس مذهب، كاتب ومؤلف. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. ومعنا أيضا زهدي جان بيك، رئيس الجمعية الخيرية الشركسية. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير. أستاذ عدنان، يعني البداية دائما لازم ترجع للتاريخ، عشان نعرف حاضرنا لازم نعرف تاريخنا. فبحب يعني هيك أسمع من حضرتك لو سمحت، يعني هيك في عجالة لو سمحت، عن قدوم الشركس إلى المملكة الأردنية الهاشمية وتاريخ قدومهم وتوطنهم يعني في الأردن. قدوم الشركس سيدي يعني ابتدأ في نهاية القرن التاسع عشر، ويعني أرخوا المؤرخين فيليب لورانس الرحال الأجانب، وهذا أول من شاهدوا المشاهدات. يعني لما نرجع عند كتابة أي تاريخ بتعلق بتاريخ الأردن لازم نتحدث ونرجع إلى كتب الرحال الأجانب اللي ذكروا عن وجود الشركس في منطقة رأس العين ومنطقة المهاجرين ومنطقة الشابسو، ومن ثم زاد العدد تبع الشركس، فلما يتسع الرقعة اتجهوا إلى مناطق وادي السير وناعور وجرش ورصيفة. نعم. هلأ الملفت للنظر أنه عمان كانت مهجورة بسبب مرض الطاعون، وأعيدت الحياة لها بقدوم الشركس وتوطنوا بمنطقة سقف السيل. هل كانت زراعية بهذاك الوقت المنطقة؟ خصبة جدا ستي، حتى يعني المياه، حتى الخيل لما كان بده يقطع السيل يجد صعوبة، الخيل بارتفاعه يجد صعوبة في قطع الهي، فكانت مناطق زراعية، وكان كل يعني عائلة شركسية لها قطعة أرض خارج بعيدة عن السيل ولها خارج الهي، فهي يزرعوا شوي شوي، يعني صارت الرقعة ما بتسعهم، فاتجهوا إلى بيادر وادي السير، فاسمها بيادر، هي منطقة بيادر زراعية، فزرعت كاملة منطقة البيادر وأصبحت يعني هم مزارعين من يوم هم بيهتموا بالزراعة. حلو. نعم جميل جدا. أستاذ زهدي، الجمعية يعني إذا يعني لم تكن من أقدم الجمعيات في الأردن بحسب التاريخ، يعني عشان نكون دقيقين، هي أقدم. لا بل هي الأقدم تسجيلا والأقدم استمرارا. جميل. 1932 صحيح. نعم، حدثنا عنها لو سمحت. والله قبل ما أحدثك عنها، أول شيء أنا لازم أشكر قناة رؤية على هذه الاستضافة اللطيفة. الله يسعدك. أهلا وسهلا. ثانيا لازم أبدأ في تهنئة الشعب الأردني كاملا وسيدنا بذكرى يوم الاستقلال، فيعني أسمى آيات التهنئة لسيدنا في هذا اليوم العظيم، في ذكرى هذا اليوم العظيم، والشكر الجزيل لقناة رؤية حتى تتيح لنا الفرصة أن نحكي عن دور الشركس في التأسيس والبناء في المملكة الأردنية الهاشمية ككل أطياف الشعب الأردني إن شاء الله. نعم. الجمعية الخيرية الشركسية تأسست سنة 1932، تأسست لأنه في حاجة لها حتى تنمي، تساعد في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لمجتمع رعوي ومجتمع زراعي أقبل من الخارج. نعم. هدول اثنين مع بعض يعني تفضلت فيه السترندة في موضوع الزراعة، هو سيل عمان ما كان سقف السيل، كان نهر يعني يكاد يكون يعني حواليه حدائق كلها، والأراضي المحيطة في عمان بدأت شوي شوي تنمو الزراعة فيها بشكل مستمر. يعني العملية الزراعية والتنمية هاي بحاجة أنه يكون في عندنا طرق حتى تنقل المحاصيل الزراعية من مكان إلى مكان، لازم استعمال عربايات وعرباية الشركس المشهورة اللي بيجروها يعني الدواب، لها العجلات بحاجة لطرق، الطرق عشان تعبر الجهة هاي من عمان إلى الجهة هاي من عمان بدها جسور، فموضوع بناء الجسور. التنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت مهمة جدا، وجود وحدة انتتي حتى تساعد في موضوع التنمية كان ضروري جدا، فنشأت الجمعية الخيرية الشركسية. حاليا الجمعية فيها آلاف الأعضاء ينضموا يعني إليها، وفيها 8 فروع في المملكة، في الجرش، في الزرقة، في صويلح، في رصيفة، في ناعور، في وادي السير، في عمان، وفرع خاص بالفرع النسائي للجمعية الخيرية الشركسية. نشاطاتها من سنة 1932 كانت تركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وتنمية
تمكين المجتمع من أنه يساعد في بناء الأردن العظيم. نعم تمام. أستاذ عدنان، منذ قدوم الشركس اللي هم إجوا نتيجة الحروب يعني قيصرية. روسيا القيصرية وفائجوا للأردن، هناك في كان تناغم بالثقافات ما بين الأردنيين والشركس. صحيح. خلينا نحكي شو المتشابهين، الأمور المتشابهة بين الشركس والأردنيين. يعني أكثر شيء متشابه يعني الدين الإسلامي، الدين الإسلامي ساعد، هم مسلمين بالأصل، وكمان وجدوا حرية يعني الدين الإسلامي وعشقهم للدين، فكانت أضف إلى ذلك ستي يعني احتضان الهاشميين من زمن تشكيل الإمارة شرق الأردن، وهم يعني بنعيم وبمكارم عدة، فوجدوا بالأردن الحضن يعني الدافئ لهم، والعديد من يعني الشراكسة في الخارج وفي الداخل. ويا ستي لو تخرجنا عن النطاق يعني ما عندما توفى المرحوم جلالة الملك الحسين رحمة الله عليه، عندما توفى يعني ما بتصدقي الحزن اللي دام في كل الأرجاء المنطقة، خاصة في الشعوب الشركسية وفي مناطق القفقاس وبسوريا، ما قرأوا سورة ياسين، قرأوا وختموا القرآن على روح الهي. ليش؟ لأنه تقديرا واحتراما قديش كان عطوفه وجيد واحترامه يعني نال محبة الناس عند الشركس. نعم نعم. أستاذ زهدي، بنحب نحكي عن العادات والتقاليد وخصوصية العادات والتقاليد الشركسية اللي في المجتمع والحفاظ عليها وكيفية الحفاظ عليها وديمومتها بالنسبة للشركس. شوف المجتمع الشركسي يعني من الزمن يعني احنا بنرجع على 6000 سنة تقريبا ويزيد بموجب الحفريات والآثار اللي تم العثور عليها في مايكوب جمهورية عاصمة جمهورية أديغين. هاي الفترة الطويلة من حياة أمة شركسية لابد أن يكون في تنمية لأخلاق الفرسان. الفرسان بالغالب لازم يكون مغوار، لازم يكون عنده إيثار، لازم يكون عنده قدرة على التعاون حتى يحقق أهداف مشتركة لمجموعة من الناس. هاي الأخلاق في القتال تم تنميتها في السلم زي ما هي في القتال. أيضا الموضوع الانضباط، الطاعة، موضوع احترام الكبير، موضوع التنمية ومساعدة الناس. حتى انت يعني لما بدك تبني بيت في مجتمع ما في اصلا موضوع يعني الصناعيين لبناء البيوت. نعم. كان المجتمع كلياته يتعاون حتى يبني بيت. نعم. هاي المعاني والقيم اللي فيها تعاون وايثار هي اللي ساعدت المجتمع الشركسي يحافظ على نفسه. نعم. وساعدت على انه يكون في له دور كبير في بناء الاردن، دور كبير في بناء مدن وبدايه بناء مدن زي عمان، زي الجرش، زي صيف ناعور، زي وادي السير، كلياتها بدات يعني عمليه بنائها حضريا من نتيجة هاي القيم اللي تحلى بها المجتمع الشركسي، بالإضافة طبعا كجزء من المجتمع الأردني الكبير. نعم. هناك شخصيات شركسية معروفة لعبت دور كتير كبير ببناء الأردن، فبحب نحكي عن هالشخصيات، وإحنا كمان معنا مجموعة من الصور. أول صورة معنا لعمر لطفي المفتي، المرحوم عمر لطفي المفتي، هو من الشخصيات الشركسية اللي كان في تركيا في إسطنبول، وعندما أصبحت جمعية الاتحاد والترقي وأصبح هناك في ضغط الهاي لجأ إلى الأردن وأسس المعهد الشرعي الإسلامي في الأردن. سنة 1921 عين المفتي العام للأراضي المقدسة في زمن الإمارة، واستمر أكثر من حوالي 25 سنة هو المفتي في الأديان. هو أول مفتي المفتي. نعم. أول مفتي للمملكة. نعم. طيب. نعم. شخصية أخرى هو الحاج يوسف عبد العزيز الصائغ، وهو صائغ ذهب وفضة من أيام الإمارة. الإمارة. نعم. صحيح. هاي صورته. سيدي هذا أنعم عليه سمو أمير البلاد سنة 1921 بوسام التقدير لحسن الجودة في عمل صياغة الذهب والفضة بجرش، فهو من أشهر صياغ الذهب والفضة في زمن الإمارة. نعم. حلو. ومعنا الآن أيضاً شخصية لميرزا باشا وصفي. ستي هو يعتبر الزعيم الروحي للشراكسة في الأردن. ميرزا باشا كان مسؤول عن مسار الخط الحجازي من عمان إلى تبوك، مسؤول عن حمايته كاملة، وفي زمن الإمارة استقطبوا سمو أمير البلاد الملك عبد الله الأول ووضعه مستشار الخاص العسكري له.
نعم. طيب بنحكي عن الشهيد عزمي المفتي كمان شخصية أخرى اللي أغتيل في السفارة أثناء عمله في السفارة الأردنية في رومانيا في بوخارست بتحديدا 4/12/1984. صحيح سيدي. يعني المجتمع الشركسي عبارة عن جزء من المجتمع الأردني كامل، فيعني نالوا كمان نوع من الجرائم الاغتيالات والإرهاب لهذا. فتخيل أنه واحد ذاهب يعني الصبح إلى دوامه ومعه طفله طالع على ماخذه على المدرسة، تيجي مجموعة من الإرهابيين وبقتلوه أمام بيته ومعه طفله. فيعني كانت يعني من أبشع الأحداث أنه واحد يقتل وطفله معه في هذه الأثناء. معنا أيضا من الحروب الفريق الأول إحسان شردم. الفريق إحسان شردم من الشخصيات اللي الله يطيل بعمره قائد السلاح الجو الأردني، وهو لواء ركن مقاتل طيار من أشهر الشخصيات الشركسية. شارك في العديد من الحروب الجوية اللي خاضها الجيش الأردني وسلاح الجو الأردني مع الاشتباك مع اليهود. أسقط أول مرة في حرب السموع طائرتين، وفي حرب 67 أيضا شارك وأسقط طائرتين، 4 طائرات، والآن موجود الطائرة في ساحة صرح الشهيد في عمان. نعم. طيب أيضا واحدة من الشخصيات كمان الشهيرة الشهيد وليد بلقز اغتيل أيضا أثناء عمله في السفارة الأردنية في إسبانيا، تحديدا كان التاريخ 29/12/83 بال83 رحمة الله عليه. هو موظف كمان أيضا في الخارجية بالسفارة الأردنية في إسبانيا في مدريد. أيضا بعد خروجه مع الموظفين واجههم مجموعة من الإرهابيين وأصيب أحد الآخرين، لكن هو استشهد يعني مباشرة في الحادثة. استشهد رحمة الله عليه وهو موظف في السفارة الأردنية في مدريد. نعم. وعندنا كمان أيضا الشهيد يعقوب باكير حسن. يعقوب باكير من شهداء الجيش العربي، وكيل بالجيش العربي، خاض في يعني حروب في الشيخ جراح في فلسطين، وأبدأ استبسال قوي جدا، ورحمة الله عليه يعني هو يعني من أوائل الشهداء في فلسطين. نعم. رائع. نعم يعني أكيد مجموعة كبيرة من الشخصيات والقامات المرموقة من شهداء وأيضا من قامات شركسية أخرى. أستاذ زهدي في النهاية يعني نحتفل جميعا بعيد الاستقلال، لا يجوز بأي حال من الأحوال الاحتفاء بالمجموعة بدون الاحتفاء بالأفراد الموجودين فيها، فكلمتك الأخيرة في هذه المناسبة. والله شكرا أول شيء على أنه يعني استعرضنا مجموعة من الشهداء، لكن هذا لا يعني أنه هم التوتال، هذا طبعا هم جزء بسيط طبعاً. جدا جزء بسيط. من عشرات الشهداء الأردنيين اللي بذلوا أرواحهم حتى إحنا نقدر اليوم نقعد في هذا البرنامج اللطيف ونحكي عن ذكرى الاستقلال. حقيقة إحنا يعني كمجتمع كامل، مجتمع أردني نتبع قيادتنا الهاشمية، الاستقلال لا نحتفل فيه في يوم فقط. الاستقلال زي ما تفضل سيدنا الله يطول في عمره وقالنا أنه الاستقلال عمل. نعم. فمن القيم اللي إحنا كمجتمع شركسي نتبعها ونتبع سيدنا فيها موضوع العمل، موضوع المثابرة، موضوع الصبر، موضوع العطاء، وهي كلياتها معاني وقيم نستمدها من الاستقلال ونستمدها من أقوال سيدنا حول الاستقلال. الاستقلال سلوك يومي يقوم فيه كل فرد من المجتمع الأردني حتى يحافظ على الموقع اللي احنا وصلنا له، وحتى يكون سند ودعم حقيقي لسيدنا في مسعى أنه الأردن يكون من أرقى الدول ومجتمعنا الأردني يكون في أفضل حال، لأنه حقيقة هدف سيدنا انه مجتمعنا بافراده جميعا يكون بافضل حال. نعم. بجوز نحن رندا لازم نستغل كمان هاي المناسبه كمان نعيد على زملائنا الشركس في المدينه الاعلاميه، لانه جزء كثير كبير من زملائنا يعني العاملين معنا في المدينه الاعلاميه من الشركس. يعطيكم الف عافيه دائما. يعطيكم على الف عافيه. شكرا جزيلا. استاذ عدنان يوسف مذهب، حضرتك مؤرخ وكاتب، وين ممكن نلاقي مجموعات كتبك؟ سيتي أنا أصدرت أول كتاب عن تاريخ الشهداء، جمعت فيه شهداء الشركس والشيشان والداغستان من أرض القفقاس إلى أرض فلسطين والجولان، جمعت كاملة جميع الشهداء والسيرة الذاتية اللي استشهدوا في معظم الحروب أو واجهوا حرب الإرهاب في فلسطين سنة 48 67 حرب الجولان، كلهم أرشفتهم ووضعت خدمة الأرشيف والمكتب الخاصة عندي في الزرقاء لخدمة طلاب بالعلم والدارسين والباحثين كاملة. وأيضا بحب أنوه أن بوجود الموسوعة العالمية للأستاذ الدكتور محمد خير مامصر اللي هي المرجع الرئيسي، ومن أجمل الأقوال والأوصاف اللي وصف فيها الشركس عندما قال الشركسي هو عبارة عن أردني شركسي متميز مخلص.
الشركسي عندما تضعه في عمله أهم شيء عنده أنه يكون متميز ومخلص في عمله. نعم. فهذه الميزة يعني نكابر فيها. نعم. وهذا ما جاءت من فراغ إلا من يعني من دعم ومساندة الهاشميين، لأنه هم دمجوا المجتمع الشركسي في هذه، حيث يعني عاملوهم بمعاملة أي فرد من أفراد المجتمع الأردني كامل، لهم جميع الحقوق والواجبات، بل بأكثر من ذلك يعني أعطوهم حتى المزيد من المكارم. نعم. الهاشميين. نعم. عفوا، إيش كان الوصف؟ هو أردني شركسي مخلص. متميز مخلص. متميز مخلص. مخلص. وإحنا أكيد بنشكركم. الله يبارك فيك. وفخورين جدا بوجودنا مع بعض بهذا النسيج. ورح نكمل هلا نشوف الرقص الشركسي. وأنا بقول إنه نحن مسؤوليتنا جميعا إنه نحافظ على استقلالنا وتقدمنا وتميزنا، وآن الأوان إنه ندرك إنه في التنوع قوة وجمال، وهذا هو اللي أثرى البنية الأردنية. خلينا نشوف المجموعة أيضا من الرقص الشركسي، تفضلوا. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.